فيكم بحلقة جديدة، وبذكركم أن تثبتوا تطبيق كلام الناس من أبل ستور لتقدروا تشاركوني بأصواتكم وبالمواضيع المختلفة. حلقة اليوم رح نناقش موقع بريطاني يبيع أحذية وحقائب من جلود البشر وصور مشاهير بعد ما تقدموا بالعمر، ووالد عروس يفاجئ الحضور بقيمة المهر، وفي التكنولوجيا من هي البروفيسورة السورية اللي كرمها أوباما، وأخيرا ماذا بعد تحرير مدينة الرمادي من قبضة داعش. يبدو أن اهتمام عشاق الموضة والأزياء تحول من جلود الحيوانات إلى الجلود البشرية. بدي أخبركم عن موقع بريطاني متخصص بتصنيع المنتجات الجلدية المصنوعة من جلد البشر مثل الحقائب والمعاطف والأحذية، والموقع ما بيرضى بأي جلود، لازم يكون الجلد مرطب بشكل كافي لما كان صاحبه على قيد الحياة، والموقع نجح لدرجة أنه تلقى طلبات لسبع سنين لقدام. أما عن الأسعار، متوسط سعر الحقيبة الجلدية 14,000 دولار. طبعا زبائن هالموقع هن فقط المشاهير والأثرياء. وسؤال لكم، هل من الممكن أن ترتدي أي منتج مصنوع من جلود البشر ولماذا؟ وعن موضوع الحلقة الماضية بقسم المرأة وقضية الاغتصاب الجماعي في الهند بعد أن تم الإفراج عن أصغر متهم بالقضية اللي اشتهرت بشكل كبير عام 2012، والسؤال كان إذا كان القرار بيدك ما هي العقوبة التي تحددها بحق مرتكبي الاعتداءات الجنسية؟ خلينا نسمع أبرز إجابة وصلتنا منكم. لو كان القرار بإيدي فأكيد العقود اللي بحددها لمرتكبي الاعتداءات الجنسية هي الإعدام، لأنه الاعتداء الجنسي بيترك آثار كتير تقيلة على المعتدى عليه، فهاي الآثار ما يمكن يشفي غليلها إنه الواحد المرتكب يعدم، وكمان بشان يكون عبرة للناس. فهي الاعتداءات الجنسية بشوفها أكثر من القتل، يعني بشعة كتير، فالواحد العقوبة اللي بيستاهلها اللي مرتكبي مشان نحد من هاي الناس المرضيين هي أن نعدمهم، فما في شيء أقل من هذه العقوبة. تحتل الأعمال السورية مكانة كبيرة وهامة بالدراما العربية لسهولة فهم اللهجة أولاً وطابعها الخاص والمميز ثانياً، وكمان مهارة الفنانين السوريين بالتمثيل وخصوصاً الأعمال الكوميدية اللي صعب تنمسح من الذاكرة، فمثلاً سامية الجزائري في مسلسل عائلة خمس نجوم ومسلسل جميل وهناء، والفنانة الحلبية إيمان الغوري لتركت بصمة كبيرة بالكوميديا على الرغم من أنه مسلسل أحلام أبو الهنا كان المشاركة الوحيدة إلها وبعد اعتزلت الفن. كيف صارت أشكال بعض الفنانين السوريين بعد عدة سنوات؟ خلينا نشوف فيها الصور. ومين منا ما بيتذكر المسلسل المكسيكي كاساندرا؟ عم نشوف صورة البطلة واسمها الحقيقي كورايما توريس بعد مرور كل هالسنوات على العمل اللي شغل المشاهد العربي. والسؤال لكم، من هو الفنان المفضل لديك وما هو المشهد الذي لن تنساه؟ موضوع الحلقة الماضية كان عن خطأ ملكة جمال الكون، والسؤال اللي وجهناه لمستخدمي كلام الناس، لو كنت مكان ملكة جمال كولومبيا ماذا تكون ردة فعلك بعد اكتشاف خطأ مقدم الحفل؟ خلينا نسمع أبرز الإجابات. لو كنت مكان ملكة جمال كولومبيا، أول شيء أكيد ما حد بتمنى يكون مكانها، بس لو كنت مكانها كان ضربته للمذيع، لأنه هاي تعتبر إهانة مش بس لملكة الجمال، إهانة كمان للبلد. تعتبر ظاهرة غلاء المهور من أبرز أسباب تأخر الزواج والعنوسه في الوطن العربي، فتحول المهر إلى موضوع تنافسي بين الفتيات وعامل يؤثر على برستيج العائلات في الوطن العربي، فأصبح المهر القليل هو تقليل من شأن الفتاة في بعض المجتمعات اللي بتهتم بالمظاهر، والمهر المرتفع دليل على أهمية الفتاة وقيمتها عند عائلتها. ولكن انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي عكس كل المفاهيم السائدة مؤخرا، يظهر فيه رجل أردني يحدد مهر ابنته دينار واحد مقدم و114 دينار مؤخر بعدد صور القرآن الكريم، ويطلب من العريس عدم المبالغة بحفل الزفاف والاكتفاء بحفل صغيرة. تفاصيل أكثر بهالفيديو. لأن العقد قبل الجاهة معنى ذلك أن نخطب للرجل زوجته، العقد يكون بعد الجاهة. والأمر الثاني أن تكون حفلة النساء مقتصرة في بيت والد العروس على أرحامها ومحارمها،
وهم عماتها وخالاتها وأعمام العريس وعمات العريس وخالاته، دون حاجة إلى قاعات وتكاليف وأزهار وحفلات إلى غير ذلك مما يشكو منه شبابنا اليوم. والأمر الثالث أن عقد الزواج يخلو من كل شرط في طلب الذهب، فهو زوج يلبس ما يشاء دون أن يفرض عليه كرامة لزوجته، وأن يخلو العقد من كل شرط يتعلق بالأثاث، فهو بيته إن شاء سكن على حصير وإن شاء سكن على حرير، فالأمر أمره والبيت بيته، ومن اتمن على العرض لا يطالب بالمال. والأمر الأخير أن يكون مهر رناد ابنتي، ابنة الشيخ نور، ابنة الشيخ علي سلمان، ابنة الشيخ سلمان محمد رحمة الله عليهم جميعا، أن يكون مقدمها دينار أردني واحد ومؤخرها بعدد سور القرآن 114 دينار أردني، ولو كان في زيادة خير لزاد الله في كتابه. فأرجو الله عز وجل أن يتقبل وأن يجزيكم عني خير الجزاء. ما منعكم؟ وعلى الجانب الآخر من العالم وبالصين تحديداً، رفضت فتاة طلب حبيبها بالزواج منها على الرغم من أنه طلب الزواج كان مفاجأة في أحد شوارع الصين ومثل ما بتحب كل الفتيات، ولكن لما شافت الفتاة الخاتم انصدمت أنه حجم الألماس صغير ورفضت الزواج من حبيبها لهذا السبب. والسؤال لكم، لماذا أصبح المهر يحدد قيمة الفتاة في المجتمع العربي وكيف يمكن الحد من غلاء المهور؟ وبالحلقة الماضية تحدثنا عن الشاب الرياضي اللي فارق الحياة بعد إصابته بمرض السرطان بسبب عادات سيئة منها مشروبات الطاقة. ووجهنا سؤال لمستخدمي كلام الناس عبر التطبيق، ما هي أكبر جريمة يرتكبها الإنسان بحق جسده؟ خلينا نسمع أبرز إجابة. أكبر جريمة يرتكبها الإنسان بحق جسده هي أنه يدخن، فالتدخين يقتل. إنجاز علمي ضخم حققته البروفيسورة السورية دينا قتابي كرمت بسببه في البيت الأبيض ومدح الرئيس الأمريكي باراك أوباما. اخترعت دينا نظام لتتبع الكائنات الحية خلف الجدران الصلبة بواسطة إشارات راديو خاصة وترددات طيف حرارة أجسام الكائنات الحية يلي ما فينا نشوفها بالعين المجردة. اسم الاختراع نظام مراقبة العلامات الحيوية. تفاصيل أكثر من خلال هالفيديو. So one of the things that occupy us now, can you get X-ray vision, for example, on your cell phone? So, for example, if I take my cell phone and I point it at the wall, can I just start seeing by emitting Wi-Fi signals and looking at the screen of the cell phone, start seeing how people are moving behind the wall? ما شفنا هالنظام ممكن يكون كتير مفيد في رصد حركة كبار السن، وممكن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن وسلامة الأفراد كنظام مراقبة جديد. هالاختراع مثل كتير اختراعات جديدة فاجأتنا وتساءلنا حول فائدتها، ولكن بعدين اكتشفنا أهمية هاي الاختراعات بحياتنا اليومية. والسؤال لكم، برأيكم ما هو أهم اختراع لا يمكن العيش بدونه؟ بدي أذكر أنه للمشاركة بالمواضيع لازم تثبتوا تطبيق كلام الناس المجاني من أبل ستور. موضوع الحلقة الماضية كان عن مؤامرة سناب شات، والسؤال كان، هل تعتقد أن وراء تطبيق سناب شات مؤامرة كبيرة وهل ستتوقف عن استخدامه؟ خلينا نسمع أبرز الإجابات اللي وصلتنا منكم عبر تطبيق كلام الناس. يعني بعتقد أنه تطبيق سناب شات ممكن يكون مراقب، يعني مثل وسائل التواصل الاجتماعي كلها، لأنه يعني عن
عن يعني مش من فترة طويلة سمعنا إنه هذا تبع فيسبوك وبيحكي إنه الحكومات وجهات بتطلب منه معلومات عن المستخدمين، فنفس الشيء يعني. وننتقل إلى الرمادي. تمكن الجيش العراقي من تحرير مدينة الرمادي من قبضة داعش الذي احتلها في مطلع مايو الماضي، ويسهم هذا الانتصار في انحسار التنظيم الإرهابي في المناطق السنية وأيضا في قطع خطوط إمداد داعش، وينهي التهديدات بأي إمكانية لتقدم التنظيم نحو العاصمة بغداد ومدن الجنوب. والسؤال لكم، هل تقوم القوات العراقية بتحرير مدن جديدة من احتلال داعش بعد تحرير الرمادي؟ بانتظار إجاباتكم. وعن موضوع الحلقة الماضية وممارسات داعش بحق النساء، وكان السؤال، ما هي أكثر قصة عن ممارسات داعش أثارت صدمتكم وكيف سمعتوا فيها؟ خلينا نسمع أبرز إجابة. طبعا أهم يمكن مشهد ما ممكن أنا أتخيله من البشر أنه يعدموا طبعا قامة تاريخية مهمة بالنسبة للسوريين، هي طبعا مدير متحف طبعا مدينة تدمر السورية الأثرية، اللي كانوا هنا ببحثوا دائما عن قتل ووئد ويعني خلينا تشويه الصورة الحضارية الإنسانية والأشخاص اللي بيمثلوا هاي الحضارة الإنسانية. كان هذا شيء مؤلم فعلا لحضارتنا ودثرة. قبل ما ودعكم، ما تنسوا تثبتوا تطبيق كلام الناس على الموبايل لتقدروا تشاركونا بالحلقات الجاية، وتابعونا على الفيسبوك وإنستغرام. باي باي.